تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية بأن تنظيم داعش أصدر مذكرات قبض بحق العشرات من مقاتليه بسبب هروبهم من المعارك في المحافظة باتجاه الأراضي السورية. وأوضح المصدر أن الأوامر تضمنت السجن لمدة شهرين مع 90 جلدة لمن يعود إلى صفوف التنظيم بعد فراره، والإعدام لمن يلقى القبض عليه وهو هارب. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس عن ارتياحه للاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا حيال إنشاء مناطق آمنة في سوريا تهدف إلى إرساء وقف لإطلاق النار في بعض المناطق. ورحب غويتيريس بالالتزام في وضع حد لاستخدام كل الأسلحة وخصوصا الوسائل الجوية والتعهد بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المعنية. أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفرزة للجيش قتلت إرهابيا في عملية في منطقة جبل سداد في ولاية جيجل. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العملية التي تمت في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات سمحت بضبط مسدس الرشاش من نوع كلاشينكوف. وأشار ذات المصدر إلى اعتقال عنصر داعم للجماعات الإرهابية في مستغانم غربي البلاد. ظهر أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام في شريط مصور نفى فيه إصابته بجروح في قصف جوي في شمال شرق نيجيريا. وفي تسجيل مصور مدته 14 دقيقة وضع على الإنترنت أكد شيكاو أنه ليس على علم بهذا الحادث، مشددا على أنه لم يجرح وكذلك لم يصب أي من مساعديه بجروح. أعلنت الجبهة الوطنية الفرنسية أن الموقع الإلكتروني لمارين لوبين المرشحة للرئاسة الفرنسية يتعرض لهجمات إلكترونية منتظمة. وجاء في بيان الجبهة الصادر بهذا الشأن أن موقع الحملة الانتخابية لمارين لوبين ظل هدفا لسلسلة هجمات إلكترونية طيلة فترة السباق الرئاسي الفرنسي. وأشار البيان إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية ازداد منذ بداية عام 2017، مضيفا أن مشتبها به في هذه الهجمات تم إلقاء القبض عليه. صوت مجلس النواب الأمريكي بشبه الغالبية لصالح فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية التي يريد النواب قطع مصادر تمويلها الدولية. وأعلن رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إيد رويس أن هذا القانون يعطي الإدارة آليات تمكنهم من قطع مصادر تمويل كوريا الشمالية بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام. نهاية الموجز، في أمان الله.